بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم، سادة أعضاء الحكومة المحترمين، أخوات الإخوة، يسعدني أن أتناول الكلمة لأتجاوب وأتفاعل مع جوابكم سيد رئيس الحكومة المحترم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومن خلاله حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. نعم، أتجاوب معكم سيد رئيس الحكومة المحترم في موضوع استراتيجية الحكومة للتلقيح ضد وباء كورونا، والكل يعلم أن وباء كورونا خلف ما خلفه من ضحايا ومن كوارث ومن أزمات، لازلنا نحن المغاربة وغيرنا يئن تحت وطأتها. نعم، اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا سيد رئيس الحكومة، الوباء كورونا خلف آثار وخيمة جدا في العالم، وهنا على المغاربة أن يفتخروا بالتدابير الشجاعة، بالتدابير الاحترازية القوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كانت مبادراته جريئة شجاعة ونادرة. أول بلد فكر في هذاك الوقاية الاحترازية، التباعد الجسدي، التعقيم إلى آخره، كل هذه الإجراءات فعلا كان وقعها جد إيجابيا على معظم المغاربة. نعم، ضحايا كثر رحمهم الله وعافهم الله، ولكن التدخل الجريء والشجاع لجلالة الملك حال دون تعميق الكارثة. سيد رئيس الحكومة، اليوم ظهر اللقاح وتهافتت الدول لاقتنائه، وقد قلتم أن كانت هناك مضاربات، التسابق. أين نحن من هذا التسابق؟ أين نحن من هذا الاقتناء؟ فعلا وجود جلالة الملك الضامن والمطمئن وارد ودائما في جميع المحطات، غير أن جلالة الملك أوصاكم وكلفكم في عدة اجتماعات. ماذا فعلتم سيد رئيس الحكومة المحترم؟ أين نحن من التلقيح اليوم؟ جئنا والعالم والمغرب ينتظر ردكم، متى سنلقح؟ أين هو التلقيح؟ وش من لابوراتوار، ش من نوع من التلقيح اختاريته؟ اسمعناكم سيد رئيس الحكومة، وتعاقدتيو مع سينوفار، وسنيتيو مع هذيك الوثيقة ديال السرية، لا كونفيونس ديالتي، درتيو هاد الوثيقة والتزمتيو وصرحتيو الناس سيد رئيس الحكومة أنكم تعاقدتوا مع سينوفار، وقلتوا لنا بداية 15 أواسط دو جنبير غادي نبداو التلقيح، في حين أن سينوفار ما صدقت لها منظمة العالمية للصحة إلا في 31 دو جنبير. وصرحتيو أنتوما سيد رئيس الحكومة بعظمة لسانكم أنكم غنكونوا حنا المغاربة من العصر دول الأوائل. واش عارفين أننا اليوم راه كاين 31 دولة اللي بدات، وسبعة البارح، سبعة دول في هذا الأسبوع غتاخد، ونصاب نكونوا من المية الأولى. هادشي كله أنا غادي نجي ونقول أن هادشي كيف قد المصداقية الحكومة،
كيف قد المصداقيه ديال التصريحات ديالكم؟ السيد وزير الصحه المحترم والماثل امامي قالنا وغنصوموا رمضان بخير وعلى خير، افين هو؟ اليوم المغاربه كينتظروا منكم سيد رئيس الحكومه تقولوا لنا غدا بعدهم دابا شهر دابا عام وحنا نصبروا المغاربه ولفوا الصبر ومستعدين يصبروا، خصهم غير الصراحه، ما تضحكوش على المغاربه، احترموا الذكاء ديالهم، ابغينا مصداقيه الكلمه ديالكم اخلاقيا وانسانيا ودستوريا. انا ما تقناش برئيس الحكومه من غنثقوا عباد الله. صرحتي ولنا غنكونوا حنا الاولى، صرحتي ولنا العشره الاولى، فين هاد العشره الدول الاولى؟ واش غافلين؟ درتي مع سينوفار مزيان، تراجعتي وقلتي ولنا علاش؟ هاد الصفقة هادي علاش وقفات؟ مشيتي والاسترازينيكا مزيان؟ الله يعاونكم، واش عارفين أن استرازينيكا ما كتصنعش؟ كتمشي للهند، اللابوراتوار ديال الهند اللي التصنيع محدود عنده 50 مليون في الشهر، هذا هو القدرة ديالو، وهو استرازينيكا بايع 900 مليون ديجا بايعها، خصو يخدمها ويعطيها 900 مليون مع ال 50 اليوم، معناه انه خصنا لا قسمتي 50 على 900 غتعطينا واحد 18 شهر ديال الانتظار مع استرازينيكا. من منعكم وعندكم الفلوس وسبقتي وعطيتي والتجارب السريريه مع سينوفارم؟ شكون اللي وقف لكم؟ وعلاش ما نرجعوش على المغاربه نقول لهم تيا فوالا راه كاينه شي حاجه، حنا تايقين فيكم. فين هي المديريه ديال الادويه والصيدله؟ واش راه انت والمغاربه مع مديريه فاشله؟ ثلاثه د المدراء كيتبدلوا خلال الولايه ديالكم، ودابا راه محطه تساؤل ومجهر، مجهر الكتروني، راه كتعرف معنا المجهر الالكتروني سيد رئيس الحكومه ديال المجلس الاعلى للحسابات، لجنه ديال الاستطلاعيه ديال البرلمان حل بها، وحنا كنرهنوا نفوسنا مع مديريه فاشله، ثلاثه د المدراء، ومن الصدفه ثلاثه د وزراء الصحه في العهد ديالكم السيد رئيس الحكومه، فين هي؟ علاش ما نتعاقدوش مع سينوفارم وسينوفاك وفايزر وكلهم؟ ما تقوليش الجوده، هذوك الدول اللي سبقونا ما عندهم كيفرطوا في الشعب ديالهم. اذا حكومتكم حكومه فاشله وخصها دير اجراء رجولي وتقدم استقالتها سيد رئيس الحكومه. افشلتي وعطيتيهم ميعاد للشعب وما وفيتيوش به. انتوما حكومه فاشله تدبيرا واستراتيجيه، وغتقتلوا المغاربه. الدوار داخل من الامن القومي للبلاد، وكتشبتوا بالملك، الملك مقدس ومحترم، وراه عطاكم توجيهات كيف عطاكم توجيهات قديمه وما درتي والو. حكومة لا يعد ولا يعتد بها. معنى هذا أنني أؤكد لكم مرة أخرى، كنا نود أن نستمع إلى تاريخ التلقيح، إلى يوم التلقيح. بهذه المناسبة كنشكر وزارة الداخلية قامت بالتدبير اللوجستيكي الطبي، المخازن، التبريد، حتى اللوائح ديال المستفيدين جاهزه. لا الداخليه، الداخليه راه جزء من الحكومه، عليك ان تفتخر بالداخليه اللي هي ضمن وزارتكم السيد رئيس الحكومه المحترم. اذا هذا واحد الشيء اللي خصكم ترجعوا ليه وعطيوا الصراحة الشفافية للمغاربة. عسى التأويلات، كاين اللي غيرفض التلقيح غير بجرتكم، لولا الضمانة ديال سيدنا والله شي واحد ما يدير التلقيح،
لأنك كذبتي وعلى الناس. مع احتراماتي لهذا المصطلح المجازي ماشي صحيح، ولكن تنقول راكم غير قادرين على تدبير الأزمات بقدر ما أنكم تورطون الدولة في عدة أزمات. شكرا. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة لفريق العدالة والتنمية.